الفنانة التشكيلية والإعلامية سرى الخفاجي، أهلا وسهلا بك بمجلة مشاهير العراق. أنا سعيد أنه أنت اليوم ويانا. أهلا وسهلا بك عمرو، أهلا وسهلا مجلة مشاهير العراق، أنا سعيدة بكم اليوم. شكرا لك. طبعا اليوم لحسن حظنا أنه إحنا متواجدين وياك مع التزامن عرض الحلقة 300 من برنامج حرير. احكينا عن البرنامج، عن شنو يتكلم، شنو راح تستمرين به بعد أكثر، لو تحبين يكون إليك برنامج خاص بيك. شوف طبعا احنا اليوم راح نحتفل ان شاء الله بالحلقة 300 من برنامج حرير. برنامج حرير هو برنامج نسائي يخاطب الأسرة العراقية، اي شيء يخص الأسرة العراقية، يخص المجتمع العراقي، دائما احنا نتناوله ونناقشه بحكم خبراتنا معرفتنا، لانه بي اكثر من اختصاص البرنامج. احنا ثلاث نساء نتحاور بحكم معرفتنا بخصوص الحياة. انا بصراحة البرنامج كلش هواي يعني لي، بحكم انه اني احب يكون لي صوت حقيقي ممكن يدخل بيوت كل العراقيين، وهو هذا فحوى البرنامج. حلو، كل التوفيق يا ربي. زين انت بما انه انت خريجه اعلام واعلاميه وعندك جمهورك ومتابعينك، ممكن نشوفك تنتجين برنامج خاص بك على السوشيال ميديا؟ والله ان شاء الله على السوشيال ميديا، على القنوات التلفزيونيه، اذا اكفت فكره قويه ليش لا، اكيد. شنو هو الفكره اللي تجذبك انت تريديها انه تنفذيها؟ شوف انا بالبداية كانت الفكرة اللي اريدها هو هذا فكرة برنامجنا، بس طموح اي اعلامي اكيد بان يصير له برنامج خاص بي. يمكن اني اذا اشوف نفسي في مجال معين، يجوز القائمين على القنوات او الاعلاميين اللي عندهم باع طويل يشوفوني ممكن بغير مجال، يمكن اني ما منتبه لهذا المجال، فاترك الفرصة اللي ممكن تتوجه لي. يعني احنا عرفنا انه جتك عروض من بغداد لكن رفضتي، شنو سبب هذا الرفض؟ شوف اني صار لي فوق العشر سنوات احنا مستقرين باربيل، وحكم انه اولادي راح يدخلون كليات هنا، فشويه استصعب انه يعني مثلا اترك بيتي والاولاد واظل مده طويله ببغداد. وطبعا حسب لو تجي مثلا فرصه عمل اقدر اروح واجي بيها، اذا مثلا اكو عدد معين من الحلقات ممكن اصور، اكيد ممكن ارتب وضع، بس بان يكون شغلي يومي شويه استصعبته بصراحه. بما ان احنا ذكرنا بالبدايه انه انت ما شاء الله مشهوره وعندك متابعيك وجمهورك، سالنا استاذ نؤاس موري قبل شوية، دنشوف بالفترة الحالية انه اكو كابلز دي يسوون مشاكل او يرتبطون حتى انه تصير عليهم العين والشو. انتو كابل قديم بالساحة، برأيك منو اللي ضاف للثاني اكثر؟ اكيد طبعا نؤاس اللي ضاف، لان بحكم هو قبلي بهواية هو فنان بالعراق، وبحكم انه ايضا تعلمت منه اني هواية، تعلمت شنو معنى الشهرة الحقيقية. دول اللي حاليا اللي دا تذكرهم على الساحة بصراحة دول جوعانين شهرة، والجوعان شهرة ما عنده محتوى، فشي يقدم مشاكل للناس، والناس بحكم الفضول راح تتابعهم اكيد، فاني بصراحة اشوفها شهيرة، عيب هذه الامور. الله يسعدكم يا ربي دوم العمر كله سوية. كلمة توجيهها لمجلة مشاهير العراق والمتابعين. طبعا أنا مجلة مشاهير العراق احنا من المتابعين القديمين جدا إلها من بدايات، هاني كلش أحبهم وأعزهم وأعز القائمين عليها، وأتمنى لهم يا ربي كل التوفيق. الحلو بهم أنهم ملمين بكل المشاهير والفنانين العراقيين، وفعلا تستحق الاسم اللي هو مشاهير العراق، ويظلون نجمة إن شاء الله بالعراق. شكرا لك. شكرا لك.